الشفاء عموما من أحلى الحاجات اللي ممكن تحصل للإنسان في حياته، وبتزرع فيه حاجات كتيرة جدا وتعلمه حاجات تنفع معاه في كل حياته. الفكرة مش فكرة خيمة ولا فكرة منشأ بنعمله ولا فكرة عصاية بندقها في الأرض، لكن فكرة تكيف، فكرة استعداد، فكرة التزام، فكرة جدية. الكشافة عموما بتخلق في الإنسان صفات بتبقى مدفونة جواه وبتخليه يعرف يطلع كل الطاقة اللي جواه بطريقة إيجابية تجاه نفسه، تجاه اللي حواليه، تجاه المجتمع. ومعروف جدا ان نشأة الكشافة كلها مسيحية، وكل تعاليم الكشافة كلها مبادئ إنجيلية. الناس مش فاهمة كده ومش مدركة كده، لكن بادن باول لما عمل بداية الكشافة وفكرتها كانت فكرة ان هو بياخد كل المبادئ الإنجيلية اللي هو اتعلمها في الكنيسة وبيحطها بطريقة عملية يعلم بيها الشباب ويعلم بيها الأطفال الصغيرين. الكشافة من الأنشطة المحببة جدا للقلب، وكل إنسان دخل الكشافة عمره ما بيخرج من الكشافة، حتى لو مش بيلبس الفولار، حتى لو مش بيروح اجتماعات، حتى لو مش منتظم، لكن الكشافة فكرة بتفضل عايشة معاه. يومه بيبقى عامل زي يوم الكشافة، تنظيمه لحياته بيبقى تنظيمه للكشافة. نشكر ربنا السنة دي الكشافة عملت شغل كويس خالص مع الولاد، وده تراكم مجهود سنين طويلة، مش مجرد السنة دي. كل الناس اللي في كشافة الكنيسة هنا، أنا جديد عليكم، لكن كل الناس اللي في كشافة الكنيسة هنا من سنين طويلة، كل واحد في جيله، كل واحد في وقته، حط مبدأ، حط نشاط، حط كوبة بتبني عليها سنين بسنين خبرة تراكمية وفايدة تراكمية وثمر تراكمي بنلاقيه في الولاد. ربنا يبارك في الخدمة، تبقى دايما الروح روح مسيحية نشيطة عالية، روح إيجابية مليانة محبة، نعلم فيها الولاد الصغيرين والولاد والبنات والكبار والقادة والمرشدات والكشافين والأشبال والفقرات، وكل واحد يخش الكشافة ياخد بركة كبيرة انه شخصيته تتغير للأحسن، تتنمى فيه صفات لطيفة، يتعلم الجدية، يتعلم التزام، يتعلم النشاط، يتعلم الاستعداد، يتعلم التكيف، يتعلم ازاي يتعامل مع الناس، وتبقى خبرة ليه لكل حياته اللي جاية. ربنا يحافظ عليكم وعلى الكشافة. إلهنا كل مجد وكرامة من الآن إلى الأبد. مساء الخير عليكم. يشرفني وجود حضراتكم في الاحتفالية معنا النهاردة. الحقيقة من محبة ربنا أن أنا بخدم فريق كشافة في كنيسة العذراء مدينة نصر بعد سلسلة من القادة العظام اللي خدموا في المجموعة. بخدم مع شباب من القادة والقائدات المتميزين والأولاد الهائلين جدا جدا جدا. أتمنى أن الحفلة تكون حائزة على أعجبكم في النهاية، وأشكر حضراتكم على وجودكم وتشرفكم لينا، لأنه الحقيقة وجودكم كان إضافة كبيرة لينا في الاحتفالية ديت، وشكرا. بسم الآب والابن والروح القدس إله الواحد أمين. نشكر ربنا على عمله معانا، كل الخدمات اللي في الكنيسة. نشكر ربنا على عمل الكشافة وتطورها وتقدمها. الكشافة دلوقتي بتضم شباب وشابات كتير، بتعلمنا تعليم حلوة خالص خالص خالص. هي أصلا فكرة الكشافة مبنية على التآخي والتعاون والطاعة، ودي كلها أفكار موجودة فعلا في فكرنا إحنا المسيحي. نلاقي في الرهبانة إنها حياة شركة، الكل بيحب بعض، الكل بيطيع، الكل بيتعلم من بعض، ودي قريبة جدا 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 من التعليم بتاعتنا إحنا. فالكشافة مش بعيدة عن تعليمنا إحنا المسيحية الإبطية الصميمة العريقة. نشكر ربنا إن كل أولادنا وبناتنا في الكشافة بيرتبطوا بالكنيسة، بيتعلموا خدمة في الكنيسة. وجودنا في بيت ربنا هو نفسه في حد ذاته بركة كبيرة. ربنا يديهم كل نعمة وكل بركة وينمي خدمتهم وتبقى دايما ثمر حلو للكنيسة كلها. اشكركم وربنا حافظ عليكم، وكل سنة وانتم طيبين. كل سنة وانتم طيبين. فرحان خالص ان انا النهاردة في وسطكم في المجمع الـ 32 للكشافة، عقبال المجمع المليون. نشاط الكشافة نشاط جميل، نشاط بيعلم حاجات جميلة جدا. فرحان بكل عدد الولاد والبنات الموجودين فيه. نتمنى ليكم كل فرح وكل خير. انا قائد مارك جورج، انا قائد فريق اشبال. احب اشكر كل الولاد على تعاونهم وعلى روحهم العاليه
في الموسم دوت. احب ان انا اشكر كل القادة اللي معايا. احب ان انا اوضح بس فكرة الموسم بتاعنا السنة دي، ان احنا كنا بنهدف ان احنا نعلم الولاد التعاون، وازاي ان هم يكونوا كلهم روح واحدة ومجموعة واحدة، زي ما تعلمنا في المعسكر ان احنا قطيع الاشبال كله مع بعضه، كله بيتعلم من بعضه، كله بيحمي بعضه، كله بيساعد بعضه. قوة القطيع في الفرد الواحد، وقوة الفرد الواحد في القطيع بتاعته. أحب أشكر مجهود القادة كلهم على اللي عملوه طول الموسم، لولاهم ما كانش الموسم طلع بالشكل دوت. أحب أشكر قادة الفرق التانية اللي ساعدونا بأي شكل من الأشكال، سواء مساعدة في وقت الزنقة، سواء مساعدة بأفكار، سواء مساعدة بأي كان يعني اللي هم ساعدونا بيه. أحب أشكر كابتن باسم القائد العام بتاعنا، لولا ولولا محبته ولولا مساعدته لينا ما كناش عرفنا نكمل، ما كناش عرفنا ان احنا نوصل للي احنا وصلنا له دوت. انا شفتان مارينا وهبه، قائده فريق زهرات من اولى ابتدائي لسنه 6. احب اشكر البنات على تعاونهم مع بعض وحبهم لبعض، واتمنى يكونوا انبسطوا معانا في السيزن دوت. احب كمان اقول لكم السيزن السنه دي كان هدفه ان احنا نكون فريق واحد روح واحده، وان احنا ما نتكلمش عن حب الذات، وان كل واحده تفكر في يعني في فينا كلنا مش في شخصها بس. واحب اشكر كمان القاده اللي معايا كل واحده فيهم، فعلا ان السيزن السنه دي ما كانش هينجح من غير مجهودهم معاهم كلنا مع بعض. واحب اشكر شكر خاص قوي جدا لكابتن باسم فاروق قائد العام على مجهوده، وانه دايما بيشجعنا وانه بيدور على حلول ان احنا ازاي نعلى بالفريق اكتر واكتر. الشكر الاكبر كمان لاولياء الامور على مجهودهم معانا، احنا تعبناكم خلال السنه كلها، وتشجيعكم للبنات ولينا ان احنا ازاي نعلى بالفريق اكتر واكتر. شكرا. كابتن ساندرا صلاح، مساعد قائد فريق زهرات. معسكرنا السيزون دوت كان عن ان احنا نبني القصر بتاعنا اللي هو في السماء مش في الارض، بنبنيه بالمحبه والتعاون ومساعده الغير واسلوبنا الكويس مع الناس. احب اشكر بجد كل بنت جت معانا المعسكر، المعسكر بجد كان احلى بيكو قوي، وبشكر كل القاده والمساعدين اللي تعبوا في حاجه زي كده. المعسكر كان تحفه، انتوا اللي قومتوا بجد المعسكر. بسم الاب والابن والروح القدس الواحد امين. تحلى عن نعمته وبركته في كنيسته من الان والابد امين. بركه كبيره جدا خدمه الكشافه في كل الكنائس، هي خدمه تنظيميه، خدمه جميله، وانا عشت مع الكشافه فتره جميله جدا جدا، فتره كلها التزام منهم وتاديه واجباتهم وتاديه اللي عليهم. هي بتطلع الاولاد من صغر ملتزمين، ان كان في الشكل زي اسلوب الجيش، لكن عشان يطلع الطفل من صغره انسان منضبط، انسان ملتزم، ودي بركه كبيره جدا جدا. فهي خدمه تكميليه باستمرار مع مدارس احد ومع الكنيسه، كنيسه كلها اعضاء، فكلنا بنعمل من اجل ايه؟ من اجل المسيح الواحد. فبركه كبيره، ربنا يبارك في الكشافه وخدمتها وكل من فيها، بتعبهم قاده واشبال وكل ما هم موجودين صغيرين وكبار، كل واحد ليه عمله، كل واحد ليه خدمته، خدمة مقبولة جدا قدام ربنا. لما بتكون كلها حلوة وفي روح واحدة وقلب واحد، بيبقى ربنا مبارك في العمل كله بكله باتضاع. ربنا بارك في خدمتكم، بارك فيكم وحافظ عليكم، لها كل مجد وكرامة من الآن والأبد آمين. مساء الخير يا جماعة. يعني أنا كنت عايز أقول كام كلمة كده في نهاية، يعني من يجي 14 سنة بروح فريق حقيقية في الـ في الـ في الـ في الإيه. أنا صامول صبري، قائد فريق كشافة قطاع إعدادي. هي كشافة في الأول وفي الآخر هدفها إنها تنمية الشخصية أكتر من مهارات كشفية أو عقد وربطات وحبال. إحنا كفريق إعدادي ابتدينا نعمل الموضوع دوت، وحابين نعمل تمنية للولاد بتوعنا. بدينا عن طريق ايام كشفية ورحلات الخلوية.
الايام الكشفيه كانت بتدل على كانت مليانه شغل كتير. بالنسبه للرحلات عملنا رحله وادي دجله مشينا حوالي 4 كيلو. كان الموقف بالنسبه لاول ناس مره تطلع رحله خلويه في محميه وادي دجله كان بالنسبه لهم الموضوع مهيب، كانوا انبسطوا، حسوا بشعور غريب ما اعتقدش انهم شافوه قبل كده. موسم الكشف كان كله كان بيتكلم عن فكره قبول الاخر. كان عندنا مشكله في الولاد اغلبهم ان في ولاد مش بتقبل بعضها او بتقبل اصحابها بس. احنا كنا حابين من خلال الموسم نوصل فكره مهمه جدا اللي هي نقبل الاخر. كان في المعسكر بتاع الفريق كان موجود في بيت الواحه اللي على طريق مصر اسكندريه. المعسكر كان 4 ايام ناقشنا فيه الموضوع ده بقى بصوره اكبر. كان المعسكر كان اسمه ينشو. ينشو معناها قبول باللغه الصينيه القديمه، لغه مش مستخدمه بس احنا فكرنا ان الفكره اسم ممكن يكون جاذب بالشكل دوت. كمان بحب اشكر كل القاده اللي اشتغلوا معانا في الموسم، هم تعبوا جدا ولو تعبهم دوت الفريق ما كانش هيوصل اللي وصل له. اتمنى ان الفكره الكشافه تكون وصل للكل، مقبول عند الكل. صور صوره بص الكاميرا دي بدل الموبايل. انا شفتان مارتينا قائده فريق مرشدات. فريق مرشدات اللي انا منه هم بنات جامده جدا وبيشتغلوا تحت ضغوط، ورغم كل الضغوط اللي هم بيبقوا فيها برضو بيطلعوا الشغل جامد جدا ومبدع، وكلهم ايد واحده وبيكونوا وبيساعدوا بعض دايما. وفي المعسكر رغم كل الضغوط اللي كانوا فيها برضو اثبتوا نفسهم وطلعوا شغل جامد جدا وحققوا كل اللي هم كانوا محتاجينه وكانوا عايزينه وتعلموا كتير. واي نجاح حصل السنه دي فده علشان البنات عندهم القابليه ان هم يستفادوا. وكمان كان في تعب القاده اللي معايا. فريق مرشدات دايما مستعد. مستر سميتا تحب تقول لنا ايه؟ يا ابن يا حبيب. امين عام خدمه ثانوي و امين خدمه استنى كل سنه وانتم طيبين لكل الاولاد والبنات اللي في الكشافه. اتمنى ليكم خدمه كلها بركه وكلها نعمه نشعر فيها بحضور ربنا يسوع المسيح في وسطينا. كل سنه وانتم طيبين. يا عم فضايح سجل يابا سجل. انا القائد ماجد فتيح قائد فريق متقدم، وحبيت يعني ادي فكره صغيره عن السنه دي منهجنا دنيتنا ماشيه ازاي. وفريق متقدم ما يعرفش هو فريق ثانوي. السنه دي حبينا نعمل شغل جديد فكر جديد، فحبينا ان احنا نعمل حاجه اسمها ديسكونكت اند ريكونكت. وده باختصار شديد ان احنا حبينا نخلي الاولاد السنه دي يفصلوا عن كل حاجه في العالم، وخصوصا الميديا الفيس والتويتر والانستجرام والحاجات دي كلها، لان احنا حسينا الاولاد ابتدوا الحاجات دي بتاخدهم من ربنا. فاحنا حبينا السنه دي ان احنا نعمل حاجه دي نفصل الاولاد عن الدنيا دي. ومن خلال الموضوع دوت احنا حطينا خطه ومنهج، والحمد لله ربنا وفقنا ومشينا عليه. بدايه من اول منهج اللي احنا حطيناه سواء كان منهج ديني او كشفي او ثقافي. بعد كده حطينا المعسكر بتاعنا كان في مدينة راس صدر، وهناك كانت فرصة حلوة جدا ان اولاد يعملوا فعلا فصل من العالم دوت ومن كل الميديا اللي حواليه. والحمد لله طلعت نتيجة كويسة والاولاد كانوا كويسين ومبسوطين، ورجعنا كملنا المنهج بتاعنا ومشينا زي ما احنا حاطين منهج. وبعدين مستعد نحط بقى خطة المنهج بتاع المجمع، وان شاء الله تبقى حفلة كويسة والناس كلها تنبسط ويشوفوا الشباب متقدم كانوا يشتغلوا ازاي طول السنة وطلعوا ايه. ويا رب يا رب يا رب الحاجة كلها تعجبكم وفريق متقدم يبين حاجة حلوة لكم كلكم. شكرا. أه
أنا شفتان كلارا قائدة فريق متقدمات اللي هو ثانوي بنات. السنة دي كنا بنتكلم عن الديسكونكت اند ريكونكت، ازاي يفصلوا من العالم ومن الحاجات اللي حواليهم ويقربوا من ربنا عن طريق الخلاء اللي هي حياة الكشافة. فابتدينا المنهج كله عبارة عن حاجات في الديني، ازاي يعملوا انفصال، ازاي يبعدوا عن خطية، وبعدين حاجات ازاي يقربوا من ربنا. قعدنا كده لحد المعسكر. المعسكر كانت فترة حلوة جدا وفرصة حلوة جدا ان هم يقربوا. كان السنة دي العدد اللي طالع كان قليل، فده ساعدهم ان هم يعملوا ديسكونكت يعني للحاجات اللي حواليهم. قفلنا الموبايلات ساعتها وقعدوا يعني عملوا خلوة فعلا مع ربنا. بالنسبة للمنهج كان في الكشف، كان الهدف ان هم لما يقعدوا في حياة الخلاء دي يعرفوا يتعاملوا وازاي يعملوا حاجات كشفية وحاجات خلوية خالص. بالنسبة للوادي دجلة طلعناهم رحلة في النص وادي دجلة ورحلة رحلة الهلال الأحمر. وادي دجلة كان برضو عبارة عن الصحراء، قاعدين بيتكلموا مع ربنا، نوع من الخلاء خالص، مفيش حاجة حواليهم تشغلهم، مفيش كونكشن، مفيش حاجة توترهم يعني. ورحلة الهلال الأحمر دي كان هدفها ترفيهي، ان احنا نخرج ونتعرف على بعض أكتر ونقرب من بعض أكتر. بالنسبة بقى لتالتة ثانوي عملنا حاجة اسمها المشروع. المشروع ده كان تأهيل ليهم ان هم يخشوا جوالة، درسوا فيه حاجات انه ازاي يبقوا في الخلاء يتعاملوا مع كل حاجه، ان هم ياكلوا ويشربوا ويولعوا نار من غير ما يبقى في اي معاهم اي ماتيريالز باقل الامكانيات اللي معاهم. والحمد لله يعني الناس كلها كانت تجاوبت وفعلا ظهر ده في المشروع وكانت نتيجته حلوه جدا. قائد ديفي جلال، قائد جواله. احب اشكر الاباء على دعمهم للكشافه، والكنيسة أتاحت لنا فرصة إن إحنا نخدم ونساعد أولاد الملك للوصول للمسيح. وإحنا بنشكر القادة القدام إن هم وصلونا للي إحنا فيه ده، لأن إحنا لولاهم ما كناش هنوصل للكلام ده. أشكر إخواتي اللي تعبوا في المجمع. كرستان طيبين، بمناسبة عيد النيروز السنة الجديدة 1733 للشهداء، كشفت كنيستها طبعا مميزة، انها دايما بتنظم الاحتفالات والمناسبات الكبيرة. فرحت خالص السنة دي ان لقيتهم متجمعين في نهضة من نهضات العذراء، كل اعضاء كشافة حاضرين. ده كان اول مرة اشوف حاجة تحصل شبه كده، فكانت حلوة خالص. انا سامع ان في انشطة كبيرة قوي السنة دي اتعملت في الكشافة، شفت الموقع بتاعهم وشفت الكتاب النبذة الصغيرة اللي نزلوها، نشاط جميل خالص. ربنا يبارك الكشافة ويبارك المسؤولين عنها ويكون معاكم ويدينا دايما حكما نعمل حاجة ونقدم حاجة لمجد اسم ربنا، وان الكنيسة تكبر وتكون مباركة بيها. انا اشكر الكشافة السنة دي، احنا محسناش بالصيف السنة دي، المهرجانات بتاعتهم حلوة وجميلة. نشكر الكابتن باسم وكل الكباتن كلهم تحت اشراف سابونا مرقص والكابتن باسم، وهي الكشافة يعني من يعني رجالة فعلا يعني. هاشتاج ذا باك واي. زهرات متميزات. التحدي كبير والكلام كتير. هاشتاج مرشدات افعال لا اقوال. هاشتاج فريق متقدم هيشعل المجمع. هاشتاج العبره بالنهايه رائدات حكايه. ريشيب 2016. ريشيب 2016. كشف من كده وكابتن باسم يعني ان شاء الله وقف معانا صح واستحملنا يعني. احنا يعني صراحه احنا طلعنا عليه بس هو استحملنا، لازم حاجه في الموضوع هو استحملنا. ويعني هي بصراحه يعني شفتان كلارا، ماما كلارا استحملتنا قوي قوي. يلا ما انت جاب اوله، ما انت يعني بنضارتك الحلوه دي يعني راجل مهندس. سيبك الحديده، لا الحديده لا. شفتان كلارا معاكي مش معايا بكام بير مهندسه في المعيوب اول دفعتها جمال جمال اول من الاخر يعني راجل صح الصح عزت
يا حاج يا حاج على القناه الثانيه. على القناه الثانيه الفضائيه. بابا عايز يسلمك.